واللي هو يقول عليه بس يجوزها لي يا عم شكري. انت فكرك يعني هتجوزها لك بعد الفضيحه اللي عاوز تعملها لها دي؟ عاوز تفهم الناس انها كانت ماشيه مع الثاني؟ عاوز تخلي سيرتها البانه فوق الناس؟ تعالى تعالى سوق استهلا بالله، تعالى تعالى كل شيء رصف لطيف، تعالى يا تعالى مالك. مين ياما؟ في ايه يا ابراهيم؟ في ايه؟ في ايه ياما؟ دي ايه في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ انت متقل شويه ولا ايه؟ معلش يا باشا بس اصلي افتكرتها كوريه، اصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل روح استناني في العربيه يلا. ماشي. صدقوني مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير، حصل خير. ايه ده؟ انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا ايه، هستاذن ساعة كده لحسن ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا 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 روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمرة التانية على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبة للاستثمار. ما اظنش ان السياحة والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سيجارة وزعمات؟ الصلاة على النبي يا نجمة مصر، الشيخ علوان جه اهو ومعاه المحامي بتاعه جاي يكتب عليك عقد عرفي ويدفع لك 250 ألف جنيه، وأنا شوية كده وهبعت أجيب عيلين من بره يشهدوا على العقد. والمصاري حاضر. والعقد جاهز. والعقد ده مكتوب قد إيه؟ مهر ولا مؤخر؟ قد إيه وقت يا أستاذ؟ هذا لا يجوز يا ست نال. عقد النكاح إذا تحددت فيه مدة فسد، وهذا يخالف شرع الله، وأنا ما أحب أخالف شرع الله. خلاص يا أخويا ما تخالفوش، وأنا أضمنك منين؟ مش جايز تستحلاها ولا تخليني أسيب مصر وأجي عندكم؟ هذا ما يصير يا ست نان. أنا عندي عيلة، ثلاث زوجات وتسع أولاد،
انا ابي اجي مصر علشان اروح عن نفسي، ليش اخدك معي؟ خلاص يا اخويا يفتح حالك. الله 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 الله، تعالي يا ناني بس اقول خدي بس يا شيخه تعالي. بقول لك ايه يا عزوز، اقفل على الموضوع ده خالص يا اخويا، انا قلبي مش مرتاح. ما تستهدي بالله، امال يا ناني. الله، ليه عندك كريم مليون حل؟ لا مليون ولا مش مليون، انا مش عاجبني اللون من اوله لاخر. ليه بس يا ناني؟ الله، ده الشيخ الوان ده راجل طيب وزي السكر، هيدفع لك 250 الف جنيه. وعلى فكره بقى انا ممكن اضغط عليه واخليهم لي 300 الف. خلاص يا اخويا، لو عاجبك اتجوزه انت وابقى اعمل له خاص. الصلاة على الصلاة يا ست سوريا، الصلاة على الصلاة. بقى سايبك في مصر كوريا، بقيتي سوريا. ايه ده؟ ايه يا اخ انت اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ انا خاطبها، ما تقولي له يا ست سوريا. ده الاستاذ عماد المحان. اه انا هفضل في حضن البقف ده كتير؟ سيبه يا اخ، سيب. في ايه؟ عاوز ايه؟ احنا مش قلعنا الدبل وخلصنا؟ وماله؟ بس يا بت ده في ايه؟ ده احنا طلعنا جامدين قوي، ورينا. ايه ده؟ ها؟ ده احنا طلعنا جامدين يا بت. اخلع من هنا كبداك، وانا سايبه مصر كلها عشان تنط لي هنا. اخلع مين بقى؟ انا سايب الراجل الكبير وجاي لك وتقولي لي اخلع؟ اخلع مين؟ امال عاوز ايه؟ انا مش عاوز، انتوا اللي عايزين، انت والراجل اللي مشغلك ده. بقول لك ايه استاذ كنتاك، انت لو في طريقه محترمه اكتر من كده نتكلم. لا كنتاكي ده عند امك في مصر. اه بس لو عايزين نتكلم باحترام وماله، نتكلم. انت عارفاني محترم زباله بس محترم. يلا حلو. نتكلم باحترام. حاضر يا اخويا، اتفضلوا. يلا. امال كنت عايشه لي في دور عبده موته ليه؟ مساء الاماني يا ست ناني. امشي من وشي السعاده يا طاعون، انا عفاريت الدنيا بتنطط قدامي. اوعى تكوني خليتي الشيخ علوان يكتب الكتاب ويعلي الجواب. وانت عرفت الحكايه دي منين؟ إيه؟ عيب، ده انا طاعون. اللي يعرف الكتكوت اللي جوه البيضه ذكر ولا انتايه؟ المهم النصبايه اتعملت عليكي ولا فكيتي؟ نصبايه ايه؟ امال انت يعني فاكره عزوز بيرمي 4 ملايين كده؟ يعني ايه؟ يعني اللوكلوك مش هينفع هنا. اطلعي غيري هدومك وارمي نفسك في تاكسي واسبقيني على النسكافيه الكبير اللي في اول شارع المنجم، عارفه؟ اه. ربع ساعه وههبق واجيلك، اقول لك على الدور كله وارسيكي، ولو عجبك الدور ابني لك عليه دور تاني ويبقى دوبلكس. يلا يا بنتي يلا، اشتري من تعوم مش هتخسري. صلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحه دي بتاعتي، ها؟ وفلوس مروان دي كلها كانها مكتوبه باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبه ام. يو انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليله دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كبشها في عبك دي، ده انت حيلا سواق البيت. سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن. البت غلبانه مرميه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان تبقى غلطان. يا عم تنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط يا ابراهيم، لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج انت بالذات تسكت خالص، ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه ومره تانية لما قلب منك خطيبتك، فما تجيش بقى في اليونان تعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر نسمع الراجل بيقول ايه. بس اسكتي انت كمان، بقول لكم ايه من الاخر كده، المصلحه دي بتاعتي، ها؟ ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جزع المصلحه وتولع بينا كلنا. يو هو في ايه يا ابراهيم؟ نعم. هو انت ناسي ما كنا في مصر وكنت عمال اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعن والعيال اللي معلم ماشيين في الشمال؟ هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نرجع البنت جولي اللي مرميه في السجن دي. حرمت عليك يا عشت، حرمت عليك يا عشت. انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي؟ بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا. والله بقى انت مالكش حكم عليا. اه مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيفي بشوق اعمل اللي انا عايزاه. الجزمه في اليونان. لا والمصحف في الجزمه في اليونان. ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي، بس بقول لك يا دكتور، انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى بتسقط عيل ابن حرام من مروان. انت بجد بقى؟ يا لهوي بقى ده مجنون ولا ايه؟ ما هي مش بالبدل، لا مؤاخذه مش بالبدل، عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. الشيخ علوان ده ست، انا اللي مسلمه لعزوز. الراجل اول ما شافك كان عايز لا مؤاخذه يدقلجك، بس عزوز قال له دي مش سكتها، قال له خلاص اتجوز ورمى فيكي 600 الف جنيه لعزوز. يا لهوي 600 الف يا نسبتي؟ امال
كان هيلها في كرش 350,000 ويديك انت 250. يا ابن الحرامية يا عزوز يا وطي يا ناقص. تاخدي بقى التقيلة ولا اجيب حد يشيل معاكي؟ هو في اكتر من كده يا اخويا؟ الشيخ علوان ما كانش هيطلع. حوار الشهر جواز ده كان اشتغلة من عزوز. اني سمعتهما، حضرت القعدة من اولها لاخرها. عزوز قال له هي مش هتقبل تتجوز على طول، احنا هنشتغلها ونقول لها موضوع الشهر، ووقت ما تبقى على ذمتك ابقى اعمل فيها ما بدالها. يا زبالة يا عزوز يا عرة الرجالة. طب وانا يا اخويا ايش ضمني بقى انك ما بتشتغلنيش؟ فكك من عزوز، وانا هزبطك مع الشيخ واسلمك في ايدك نص مليون جنيه، ولا هفنى 100,000 بلبل، نسيب الكباري انا وانت، انت تعيشي بالنص مليون وانا اشوف حالي بالعمود. يا سلام، وانا اعمل ايه بقى بالنص مليون جنيه وانا متجوزه الدهول ده وهو مش عاوز يطلقني؟ ويطلقك ليه؟ ده هو هيعيشك برنسيسه البرانيس، ثم لو اتخنقتي منه اقري فيه في عيشته، زهقيه، خليه يقول لك بتبعديني عن حياتك بالملل وخليتيني اقول خلاص لا مؤاخذه مفيش امل، وساعتها تتطلقي ومعاكي القرشين، افتحي الكباريه بتاعك هتلاقي تعطع معاكي ممكن اديهولك انا وابقى اكبر كواد في الوطن العربي كله. خير يا دكتور؟ ضربات القلب مش منتظمه وهتفضل تحت الملاحظه. ضربات القلب مش منتظمة؟ ده كل اللي عملته ضربات القلب مش منتظمة؟ قلبي ايه ده؟ طب ما طب انا بقول نوديها مستشفى تانية. خلاص يا بابي انا كويسة. انت لازم تخرجي من هنا، انا مش هقف اتفرج عليكي. ارجوك يا علاء ارجوك. الحمد لله على السلامة يا ورا العالم. بالذمة مش كده احسن؟ لا شايلة ولا جرة ولا بامبرز وحضانات وحضانات. يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الحاجات دي. مسجله ابراهيم كبداكي عندك ايه؟ ابراهيم؟ ها؟ وانا هسجل نمرة ابراهيم عندي ليه؟ اه صحيح. هتسيبيه عندك ليه؟ اه عندك حق. عندك حق. حركة برضه حلوة. كبدة ريستوران. لا برافو. يلا أيوة يلا خدي قولي له إن إحنا مستنيينه عشان يروحنا. يلا ماما يلا بالراحة. طيب الو. ايوه يا ابراهيم. انا جوانا حبيبه قلبي. تعال للمستشفى عشان ترجعنا على البيت. ايه ده؟ مروان مش عندك ولا ايه؟ ليه ما كلمنيش هو؟ تعال بس يلا يا ابراهيم ما تتاخرش احنا مستنيينك. يلا. طب تمام مسافه السكه. سلامات يا نجا حبيبه قلبي. سلام يا ابراهيم. الف سلامه عليك يا ورق العنب. ألف سلامة. بص يا أستاذ هاني، أنا عايزك بكرة الصبح تقدم طلب لرئيس النيابة الكلية وتقول فيه إن حالة هايدي الصحية ما تسمحش إنها تقعد لا في السجن ولا برا السجن، وعايزك كمان تحدد مكان إقامتها هنا على فيلا والدها وتطلب إنهم يفرجوا عنها بكفالة، خصوصا إنها أثبتت حسن نيتها لما سلمت نفسها. بس ما أعتقدش مستشفى السجن هتطلع تقرير بكده. قدم أنت بس الطلب وأنا هجيب لك التقرير. ريا يا أستاذ هاني، أنت محامي بتاعنا ولا بتاع المستشفى؟ ده أستاذ نادر بيقول فيك شعر. طيب حاوم أنا بقى دلوقتي، ولما تقدم الطلب ويطلبوا منك التقرير يبقى كلمني. بصوا بقى، الواد ده فاكر نفسه صايع وهيعرف يضحك على واحد زي مروان. بس ما تستهونش بيه قوي كده، كبدكي جن برضك، ولو قشط مروان قبلينا البت جول مش تطلع في سنينها السود. أنا شايف إنه إنسان حقير ولازم نخلص منه، نديله قرشين ونبعده عن مروان بدل ما يبوظ لنا كل حاجة. يو طب أنت بتشتمه ليه دلوقت؟ ليه بتشتمه في غيابه يعني؟ اما يبقى في وشك يبقى اشتمه براحتك. كبدكي ناقص اه لكن جدع برضه. والنبي اهدوا علينا بس انتوا الاثنين، خلونا نفكر في طريقه نجيب الواد ده في صفنا، نديله قرشين ونبعده عن مروان خالص. وليه نبعده؟ اسمعوا مني بس، انتوا هدوهولي وانا استفرد بيه ونديله قرشين، ساعتها هيبقى معانا. مش هو بيشتغل سواق لمروان؟ اهو برضك يبقى عين عليه. وبعدين الواد كبدكي ناقص اه لكن ما يبيعش كوريا ابدا. بعد كل اللي قاله انا مش فاهم بتحب ايه في البلطجي ده. يو ايه النفسيه دي؟ كوريا الواد ده احنا لو اتفقنا معاه
تضمني كبدكي برقبتي. كتك قوى يمزع ضلوعك. بقول لك ايه، ما تقومي تنزلي وتسرحي شويه، هاتلنا خمسينية ولا حاجه، خرمان وعايز اجيب دخان. مش قادره والله يا ابو نجوان، الكيله شد عليا وضهري بيتقطع. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها مش قادره، انا قلت تنزلي يبقى تقومي تنزلي. بكره لما انزل اغسل وانا راجع هجيب لك معايا فلوس. حاضر. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها بكره، انت باين عليك مره عاصيه، حط في دماغك فردة جزمة قديمة، واما اقول تنزلي يبقى تنزلي. حرام عليك، انا تعبانة والله العظيم تعبانة. حرمت عليك عشك. يلا يلا يا اختي انزلي واسرحي وهاتي فلوس. يلا. يا منجوان يا منجوان فوق يا منجوان يا منجوان فوق يا منجوان، الوليه مش عارفه تنفس اتقبالي ساعات. انت اتعلمت السواقه فين يا كبداكي؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. واحنا مش هنروح على البيت ولا ايه؟ لا لا لا، اطلع المطلع واحكي. مفيش يا باشا، واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا ابراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه، اتعلمت تلف الدركسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا يمين وشمال. طب خش يمين خش. ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجه، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. طيب انزلوا انزلوا بهدوء كده. يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا. طيب ماشي. دي أول أجازة أخدها من 4 سنين مثلا. طب وأول أجازة هتاخدها تقضيها جنبي هنا في المستشفى وفي السجن؟ دي غيرتيني قوي وغيرت نظرتي لحاجات كتير. إزاي يعني؟ أنا ندمت إني جبتك هنا، وحاسس إن أنا حطيتك في المكان الغلط. كان المفروض أتحرك في الاتجاه التاني وأحاول أثبت براءتك، مش أغمي عينيا وأمشي ورا الأوامر وأدخلك السجن بإيدي. بس ده ما كانش كلامك في الأول. مش بقولك اتغيرت. لو التغييرات دي هتبوظ لك حياتك وشغلك فابعد عني احسن. لا مش هبعد، وزي ما دخلتك هنا بالقانون هخرجك برضو بالقانون. اقولك على حاجة؟ قولي. انا مش ندمان ان انا حكيت لك على كل حاجة، كان لازم قبل ما اقولك اني بحبك اني احكي لك على كل حاجه. عارفه بقى مين اكتر واحد في الدنيا نفسي اشكره واقتله في نفس الوقت؟ مين؟ مروان ابو عرب. اشمعنى؟ عاوز اشكره لانه لو كان بني ادم طبيعي ومش نصاب عمرنا ما كنا هنتقابل. عاوز اقتله عشان اللي عمله فيك. وانا مع اني لسه زعلانه منك بس برضو عايز اشكرك عشان انت ما خذلتنيش، ما خلتنيش افقد الثقه في كل حاجه حلوه بحس بيها.
الزباله زيهم. والله العظيم انا كنت هقول لك، وكنت هقول لك على ابراهيم وناوي يعمل معاك ايه، بس يعني ما جاتش الفرصه. والله حبيبي عايز اعرف منك حاجه. ما انا عارف ان كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني التاعب، وعشان انت جاهله وغبيه مش عارف ان انا كنت عامله رومنج. يعني ايه هيما؟ ها رومنج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. وبما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيك على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاك في مصر، ردت علي أميرة الأمراء وقالت إيه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشة. عارفة لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت انت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش أنا اللي عملت كده، ده إبراهيم هو اللي قايل إن أنا عامل كل الكلام ده. والله واطي يلا يا واتيا. شفتي يا هيما؟ شفتي نجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطيا هي بقى ولا مش واطيا صح؟ نجوان طلعت واطيا صح؟ بقول لك يا باشا الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا لما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده ما اعرفهاش. عيل ذكي فكر لي بنفسي انا شاه قبل ما اعملهم تطلع عيل اهبل. بجد انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاه، يعني انا ما تتصرفش كده من دماغها ابدا. وانا كان كل اللي هممني هي تتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك ما اعرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكم ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب. والله انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا كلكم كلكم موضوع الوصل ده كوم. يا لا 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 كانت حلوه، يعني الوصل في الشنطه تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبه. بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الوصل ده كان قديم جدا وانا رميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر، يعني هي ما تعرفش بيه حاجه. كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطه عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارف يا نجوان انا شاطر، انا شاطر. برافو برافو مروان برافو. عارفة انا سبتك ليه قبل ما تجي دي فترة؟ عشان دي الحاجة الوحيدة اللي كانت شكلاني، وقعدت فكرت فيها، يا ترى الواد اللي اخبرت ده ابني ولا ابن ابراهيم؟ عشان كده قعدت افكر لغاية ما وصلت الحل. قلت لو قلتيلي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. وانت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك. والله لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهاش. ممكن يكون عندك حق كده، انت ابتديت تفهم تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصه كده. بس كده يبقى الموضوع اوسخ، لان ازاي يبقى في بطنها ابني وتتفق مع حشره قذره زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى اساله انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا انا هبلغ مروان بكل حاجه. والله العظيم بقول لك يا باشا ما المسامح كريم، ايه رايك؟ احنا غلطنا وانت الكبير والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكوا، انا بس هعمل فيكوا زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكوا زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك يلا.